الفطر الباعث للضوء. يقوم هذا الفطر بإشعاع هذا الضوء الأخضر الرائع ذاتياً. ويقول العلماء أن هناك الكثير من الأشياء التي لم يتم اكتشافها عن الفطر المضيء، والسبب في هذا أنهم يحاولون استخدام التطور المنطقي المفترض لتفسير كيف ولماذا يشع هذا الفطر ضوءاً. والحقيقة هي أن لدى هذا الفطر القدرة على إشعاع الضوء منذ بداية خلقه، وهو يتصرف بوحي من الله. فالضوء في هذا الفطر يصدر نتيجة لبعض التفاعلات الكيميائية شديدة التعقيد، وهذه الإضاءة الحيوية تأتي من خلال تفاعل إنزيم يسمى لوسيفرايز مع مركب يسمى لوسيفرين، وينتج هذان المركبان الطاقة عندما يدخلان في تفاعل بوجود الماء والأكسجين، وتنعكس هذه الطاقة كضوء داخل أنسجة الفطر. يدعى هذا النوع من الضوء بالضوء البارد. بعبارة أخرى، فهو ينتج كمية ضئيلة جدا من الإشعاع الحراري. ويتواجد هذا الفطر عادة في حزام الغابات الاستوائية وفي اليابان، وهو يشع الضوء لمدة 24 ساعة، ويمكن رؤيته بسهولة عند حلول الظلام. وفي بعض الأنواع يمكن رؤية هذا الضوء من على بعد 40 مترا. فالله تعالى رب كل شيء هو الذي خلق هذا الضوء البديع. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.